عسلامة، مرحبا بكم في قناة سلام سبور. رجعنا القناة من جديد باش نشتغلوا عليها. الموضوع متانا اليوم باش نحكيه على مهندس صفقات نادي برشلونة السابق ماتيو أليماني. يلا بينا خلنا نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك ووضع جرس التنبيهات. جو. ماتيو أليماني كما قلت لكم مهندس صفقات نادي برشلونة، بالنسبة لي يعني هو شخصية غامضة، يعمل يعني في صمت، يريد نادي أتلتيكو مدريد يعني التعاقد مع اسم مهم في عالم الإدارة الرياضية حسب ما ورد في آخر التقارير. وذكرت صحيفة مودو ديبورتيفو فأن أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع ماتيو أليماني وتعيينه مدير رياضي، وذلك يعني أنه بعد ما غادر من نادي برشلونة وتم تعيين يعني البديل متاعه كان دييغو البرتغالي. ونعرفه يعني أليماني قام بعمل جبار في نادي برشلونة في ظل الأزمة اللي لقاتها برشلونة، والأزمة هذه ما زالت تتلحق فيها لحد الآن. على كل يعني أنا بالنسبة لي أنا بالحق ما حبيتوش يغادر نادي برشلونة لأنه إنسان خدام برشا. إذا كان نادي أتلتيكو مدريد جاب أليماني بالحق هو يعني عمل أكبر صفقة مع أكبر مدير رياضي. أنا حبيت نشارككم بالخبر هذا. على كل هكا نكونوا كملنا الفيديو، إلى اللقاء إن شاء الله، نتقابلوا في فيديو جديد.